أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ سليمان الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد. حياك الله أستاذ سليمان. أهلا وسهلا، شكرا. خلينا نبدأ أستاذ سليمان من ملخص اسم صندوق أوبك للتنمية أوفيد. ماذا يعني أوفيد؟ هل يمكن أن تفيدنا ما هو أوفيد؟ شكرا. الحقيقة هذه الطريقة التي بدأت بها البرنامج تغريني بأن أقص عليك والمشاهدين الكرام ما ورد ببرقية خادم الحرمين الشريفين عندما وافق على ترشيحي لمنصب مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية قبل أن نسميه أوفيد. إذ كتب ورد في البرقية عبارة يبدو أنه أملاها بنفسه، حيث تقول غير أننا لم نسمع نوافق على ترشيح السيد فلان. الملك فهد ولا الملك فهد؟ الملك فهد أعتقد، نعم، لأن في 2003 على الأقل في التوقيع. فالعبارة تقول غير أننا لم نسمع عن الدول التي أقرضها وساعدها هذا الصندوق، وربما يعود ذلك إلى قصور في الإعلام. أنا أخذت هذه الحقيقة كتفويض أو رغم أن السعودية عضو في هذا الصندوق منذ أكثر من 20 سنة. نعم، 35 سنة أو أكثر سنة. الآن نعم، فمنذ أن أخذت المنصب بدأنا بحملات إعلامية ثلاثة. أولها الحملة الإعلامية التي استندت الحقيقة إلى بعض الأفكار التي وردت في برقية المقام السامي، وهي تخصيص جائزة سنوية أولا تفيد من يستلمها، وثاني شيء أنها أيضا توضح للجمهور سواء من يستفيد منها أو غير ذلك ما هو يعني صندوق أوبك للتنمية الدولية. العام الماضي استلمها بالمناسبة الدكتور مازن الهاجر، وهو جراح من دولة الإمارات العربية الذي تبرع بجهده ووقته وماله لإجراء الجائزة قيمتها 100,000 دولار. 100,000 دولار يعني ليس تقدم لمين؟ لك تقدم لجمعيات خيرية، تقدم قدمت للدكتور محمد يونس صاحب بنك الفقراء، قدمت الدكتور مازن، قدمت لجمعيات في مختلف أنحاء العالم. كم عمر الجائزة؟ بوليفيا صار لها الآن 7 سنوات. لكن أعود إلى الاسم الذي لفت نظرك، يعني أفيد. أنا عندما أسأل أقول أن أفيد يعني هو فعل مضارع باللغة العربية، يفيد الحال والاستمرار والمستقبل أيضا. وإذا أردت أن أيضا استرسل في هذا الموضوع أحد الزملاء، وهو الدكتور وهو الأستاذ عبد اللطيف الحمد، مدير صندوق العربي للإنمال الاقتصادي والاجتماعي، هاتفني أذكر في بداية ظهور الاسم وقال لي: أبو زهير وش هالاسم هذا؟ قلت والله يا أخي يا أبو أحمد أحسن من اسمك أنت، لأن الاسم أفيد صندوق العربي تقصد. بس هو الأفيد هي الحقيقة من محاسن الصدف أنها الحروف اللاتينية الأولى من اسمنا أوبك فند فور انترناشونال ديفلوبمنت. عندما تأخذ الحروف الأولى يظهر لك الفعل أفيد. فقلت له أفيد يعني فعل مضارع كما ترى، وهو يعني له معنى جميل ينسجم مع مهمتنا النبيلة، لكن انظر إلى اسمك أنت. قال: ما هو؟ فظهر أن الصندوق العربي للمال الاقتصادي الاجتماعي لو تأخذ الحروف اللاتينية يظهر الاسم أفسد، Arab Fund for Social and Economic Development. بعدها يعني صار هو يتندر على اسم الصندوق. هم ما استخدموا طبعا أفسد للصندوق. لا طبعا، لا لا لا، يعني هي مجرد دعابة الحقيقة. طيب، يعني أستاذ سليمان الجسر الحربش، هذا الصندوق اللي هو صندوق أوفيد، ما هي المهام الرئيسية التي يقوم بها؟ المهام الرئيسية هي بالدرجة الأولى، لو سمحت لي بس أتكلم عن النشأة، لأنه في الحقيقة هذا الصندوق منظمة دولية مستقلة، له اتفاقية مقر مع حكومة النمسا، معترف بالأمم المتحدة وكل شيء. إنما هو من الناحية التاريخية ارتبط بأوبك نفسها، بنشأة أو مسيرة منظمة أوبك، منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. أنت تعرف أن أوبك أنشئت عام 1960 واستمرت يعني في موقف الدفاع حتى 1971. بعد السبعينيات ظهرت سيطرة الدول على مواردها الإنتاجية وسياسة التسعير إلى آخر القصة المعروفة. فمن بين ما فكروا فيه هو ما ورد بقمة الجزائر، وهو تعهد الدول
الأعضاء في منظمة أوبك في بذل المساعدات للدول النامية. إذن المهمة الرئيسية الحقيقة لصندوق أوبك للتنمية الدولية كمهمة بعض الصناديق القائمة، الصناديق الوطنية من بينها طبعا الصندوق السعودي للتنمية، هو مساعدة بذل المساعدات للدول النامية باستثناء دول الأوبك نفسها. هذه نحن نمد العون لما يقرب من 130 دولة نامية في كافة أنحاء العالم. الجائزة ما لها علاقة بصرف النظر، الجائزة ما لها علاقة لأنكم عطيتوها للدكتور الإماراتي والإمارات. الجائزة تدخل في 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 برنامج المنح، برنامج المنح من الأدوات التي نستخدمها، إن شئت نتحدث عنه بعد قليل. لكن ما نقدمه للدول النامية في كافة أصقاع الأرض بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس إلى آخره، هي في الحقيقة مشاريع ثابتة، مدارس ومستشفيات وطرق وسدود إلى آخره. طيب، هل الآن لكم مشاريع كما يعني نعلم لأفيد مشاريع ولها حضور في أفريقيا؟ كان هناك تجربة للصندوق في دولة غامبيا. هذه القصة يعني قصة ربما تستحق أن تذكر. هل سلطت الضوء أستاذ سليمان الجاسر الحربش على قصة مشاريع التنمية وكيف ساهمت في صناعة الاستقرار والأمن وانتشار الأمن في دول أفريقيا؟ يعني هي الحقيقة أنا أورد القصة، لدينا قصص كثيرة في الواقع، لكن هذه القصة التي سمعت بها في دولة غامبيا. غامبيا دولة أفريقية سكانها 1.7 مليون نسمة، من الدول التي يتدنى فيها الدخل، دخل الفرد إذا قسنا الفقر بهذه الطريقة. يعني القصة تقول أولا أفريقيا تستقطب 50% من نشاطنا، من نشاط القروض الميسرة 50% يذهب إلى أفريقيا. نحن في كل دول أفريقيا ما عدا الدول الأعضاء، ليبيا والجزائر ونيجيريا ودولة طبعا جنوب أفريقيا باستفادة دولة متقدمة، إنما في ما عدا ذلك نحن في كل الدول الأفريقية. أما ما ذكرته عن غامبيا، أنا أورد المثل الحقيقة عندما أتحدث عن الآثار غير الاقتصادية لمساعداتنا. نحن مولنا مشروع صغير هو مد إضاءة الطريق من مطار العاصمة، عاصمة غامبيا، إلى المدينة 29 كيلومتر بمبلغ بسيط جدا الحقيقة. الذي حدث كان أنني مبلغ 5 ملايين دولار، يعني الحقيقة ليست يعني بالمبلغ الكبير. جاءني وفد في مكتبي في فيينا، جاءني وفد من هذه الدولة لتقديم الشكر، ولكن ليس لتقديم الشكر فقط، ولكنهم يشكروننا أيضا لأن هذا المشروع أدى إلى تخفيض نسبة الجريمة في المساء بنسبة 50%. 50% يعني خفض نسبة الجريمة. يعني هذا يدلك على بعض الآثار، لكن هناك قصص يمكن تكون يعني أكثر إثارة من هذا هذه القصة. يعني مثلا أنا عندما أتحدث عن الجانب الإنساني لمساعداتنا لبعض الدول في نطاق ما نسميه الطاقة للفقراء، أتحدث عن ما قمنا به في مثلا في أرمينيا. في أرمينيا يعني هي دولة خرجت من دول الاتحاد السوفيتي، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كما نعرف يعني. وهذه الدولة نتعامل معها كما نتعامل مع بعض الدول الجديدة. هناك مشروع لمد أنابيب الغاز إلى بعض المنازل في بعض المناطق، يعني منطقة اسمها لوري تبعد عن العاصمة حوالي ساعتين بالسيارة. قمنا بإمداد الغاز للبيوت، أخذني وزير الزراعة إلى تلك المدينة. المشروع نعمله مع إيفاد في روما. وش إيفاد؟ إيفاد صندوق العالمي للتنمية الزراعية مقر روما، هذا من الصناديق اللي ساعدنا في قيامها أيضا، ممكن نتحدث عنها بشكل منفرد. ذهبنا إلى المدينة، إلى القرية هذه أو إلى المنطقة، واستقبلونا بالترحاب وبتقاليدهم والعزف الموسيقى ورقص البنات الصغيرات أطفال. ثم أخذوني إلى بيت عائلة فقيرة مؤلف من السيدة الوالدة وزوجة وطفلين، اسم السيدة مسز أناهيد. فعندما قدمنا إلى المنزل استقبلتنا بالترحاب وأخذتنا إلى مطبخها وقدمت لنا ما طبخته من يعني من طعام. يعني سيدة أناهيد ماذا أعددت لنا؟ فقال الظلمة، يعني محشي. أخذنا الأكل يعني فقمت بالخدمة ثم رفعت رأسي للحائط. نعم،
قمت بالخدمة؟ بالخدمة بمعنى أني أخدم الأكل، أقدم الأكل للضيوف، يعني على أساس أن السيدة كانت يعني اعتبرتنا أن في بيتنا. الذي لفت نظري عندما رفعت رأسي إلى الحائط، كان هناك سجادة يعني مهترئة وصورة شاب في مقتبل العمر يعني وسيم. اتضح أن هذا الشاب عندما رجعت البصر إلى السيدة كانت الحقيقة في يعني على وشك أن تبكي. بعد علمت عن طريق المترجمة أن هذا الشاب هو ابنها، وقد الحقيقة فقد حياته في الغابة عندما كان يحتطب، ذهب إلى الغابة لقطع شجرة للوقود فسقطت الشجرة على رأسه، فيعني فقد حياته، وهذه والدته. يعني كان منظر الحقيقة يعني له آثار نفسية. المهم السيدة هذه الثانية اللي واقفة كانت زوجته معها طفلين، لكن عندما أردت الخروج جاءتني السيدة أناهيد هذه الأم وقالت لي أنه يعني قدم الشكر للملك عبد الله وللوزراء الصندوق الأوبك الذين يعني مدوا يعني قاموا بإمدادنا بالغاز، وقل لهم أنني لن أقلق على أحفادي لأنهم لن يذهبوا إلى الغابة بعد اليوم لأننا عندنا الغاز. هذه من القصص التي نريدها. طيب أستاذ سليمان الجاسر الحربش، حضرتك مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد من 2003، وجدد لك في ولاية جديدة تنتهي في 2013 في نوفمبر 2013. هذا الصندوق فكرته مثل ما تفضلت أنه يدعم كل الدول دول العالم المحتاجة غير الأعضاء في أوبك. كم ميزانيته؟ عندنا الموارد لدينا في مطلع الثمانينيات يعني ساهمت الدول بمبالغ معينة، وصلنا نستثمر كل مبلغ ليس بيد المستفيدين نستثمره في السوق المالية في نسب يعني محددة، يعني هي طبعا النسب يمكن عكست الثقل البترولي في ذلك الوقت. المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في أوفيد، المملكة العربية السعودية أيضا أكبر مساهم في البنك الإسلامي، الدول المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في الصندوق العربي، في الصندوق العربي الأفريقي بادية، في العديد الحقيقة من الصندوق. لا بس في أوفيد تحديدا، في أوفيد لها لا يقل عن 30%، المملكة العربية السعودية لها 30%. هذه تدفع سنويا؟ هذه لا دفعت، هذه دفعت قبل وبديتوا تستثمرون. المبالغ التي لدينا الآن وأنا أحدثك هي 5.8 بليون دولار، منها 2.5 هذه المساهمات، وال 3.4 بليون دولار هذه الاحتياطي الذي تراكم جراء استثمار المبالغ التي لدينا. إنما الحقيقة الفتح الجديد الذي أضيف إلى مواردنا في العام الماضي في شهر أبريل، وافق الوزراء على الالتزام ببليون مليار دولار إضافية صادقت عليها أغلب الدول الأعضاء، وهذه استجابة الحقيقة للنداء الذي صدر من الملك عبد الله في جدة في شهر يونيو 2008 عندما نادى الفقراء الطاقة من أجل الفقراء. هذه طبعا المبالغ هذه تساعدنا على تنفيذ المبادرة. قدمت السعودية مليار دولار لهذا الصندوق؟ قدمت لا، الملك نادى بمليار دولار، نادى يعني طلب من صندوق الأوبك أن ينظر بمليار دولار، وهذا الذي صار. وتبرع من صندوق السعودي للتنمية بنصف مليار أو 500 مليار دولار، 500 مليون نصف مليار. يعني هل كان ارتفاع النفط في 2008 هو الدافع لهذه المبادرة؟ هذا الحقيقة الفهم الذي أريد أن أصححه، يعني يمكن كان هذه من الأسباب الرئيسية، لكن لو دققنا النظر في خطاب الملك عبد الله الذي ألقاه في جدة في أمام المحتشدين، في ختام الخطاب قال ما نصه: أيها الإخوة والأخوات، في هذه الساعة الحرجة يجب أن يرتفع المجتمع الدولي إلى مستوى المسؤولية، وأن يكون التعاون هو حجر الأساس في أي مجهود، وأن نكون جميعا في نظرتنا إلى الحاضر والمستقبل أصحاب رؤية إنسانية عميقة شاملة تتحرر من الأنانية الضيقة وتسمو إلى أفاق الإخاء والتكافل، وفي هذا وحده سر النجاح. هذا الكلام الذي قرأته وهو بالنص الحقيقة يعطي دلالة تامة أنه لم يكن الهدف بسبب ارتفاع أسعار النفط ارتفعت ثم انخفضت والمبادرة استمرت،
هذا الحقيقة هذا المهم في الموضوع. فالموضوع ليس يعني الهدف هو الحقيقة مساعدة قصة المبادرة أستاذ سليمان. نعم. يعني من الذي استفاد منها من 2008 صار 4 سنوات تقريبا، ما مناحي الاستفادة منها؟ سأسألك عن كل هذه الأسئلة. نعم. بعد فاصل قصير إذا سمحت لي. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده الأستاذ سليمان الجاسر الحربش مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات في إضاءات، لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ سليمان الحربش مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد. أستاذ سليمان، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مبادرة الملك عبدالله الطاقة من أجل الفقراء. الحين أطلق الملك عبدالله هذه المبادرة في 2008، حضرتك تقول الموضوع ليس له علاقة بارتفاع أسعار النفط لأنه أسعار النفط خفضت، انخفضت بعد ذلك ثم ارتفعت. طيب وين المبادرة؟ المبادرة أولا من استفاد منها يعني؟ المبادرة عندما أطلقها الملك أولا دخلت في خضم الأجندة الدولية، وافقت عليها أو صادقت عليها مجموعة 20، مجموعة 8، وكالة الاقتصاديات الدول الأكبر. نعم نعم نعم، أصبحت جزء لا يتجزأ من الأجندة الدولية، وأصبحت الحقيقة يعني الملك عبد الله أضاف هدف تاسع لأهداف الألفية عندما نادى بالطاقة للفقراء. أهداف الألفية تعالج كل جوانب الفقر ما عدا فقر الطاقة، الذي أضافته المبادرة أنها أضافت هدفا تاسعا. واعترفت الدول المنتجة والمصدرة للبترول في كانكون في 2010 بهذه المبادرة على أساس أنها هدفا تاسعا. الآن الذي نفعله كويس. من نعم. استفاد من هالدول المبادرة. الدول الفقيرة استفاد منها. نحن في أفيد وننفذها بما لدينا من موارد. يعني أعطي لك مثل جد، يعني هي المبادرة لو المفروض أنه في مليار دولار نعم مليار. هي دخلت في مواردنا. يعني المليار لسه ما استلمناها. المليار تعهد من الدول الأعضاء في أفيد بدفع مليار على مدى سنوات. مليار جاكم من السعودية؟ نعم. استلمت النص مليار من السعودية؟ لا النص مليار هذه اللي وردت في المبادرة هي من البنك السعودي، من الصندوق السعودي للتنمية. طيب استلمتوا؟ لا من الصندوق السعودي للتنمية يعني توجه من الصندوق نفسه. الصندوق السعودي للتنمية الحقيقة من أنشط الصناديق. أنت تذكر أن برنامج إعمار غزة المليار ذهب عن طريق الصندوق، حفر الأبار في أفريقيا عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، النص مليار دولار اللي وجهت للطاقة للفقراء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، التعليم، المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي قمنا بالقمر الصدري. يعني أن الصندوق يتولى بنفسه تقريبا 500 ألف. الصندوق السعودي للتنمية يعني هيئة مستقلة، يعني صندوق وطني مستقل. ما قاله الملك في البند الثالث مبادرته يذهب عن طريق الصندوق، إنما المليار الذي تعهدت الدول الآن الدول الأعضاء في أفيد بأن تلتزم فيه على مدى سنوات معينة، هذا يدخل في مواردنا ويوجه لأمور كثيرة ومشاريع كثيرة بينها الفقر الطاقة. لكن إذا سمحت لي، البرنامج الطاقة للفقراء الذي نادى به الملك عبد الله هو في الحقيقة التطبيق العملي لما صدر عن قمة أوبك الثالثة التي انعقدت في الرياض في نوفمبر 2007. القمة نادت بالقضاء أو اجتثاث فقر الطاقة على الأصح، يعني eradication of energy poverty، نادت بذلك. فلما جاء الملك عبد الله ونادى بالطاقة ذي وحط 1 2 3 4 على البنك الدولي يعمل كذا، على أفيدا يعمل كذا، على الصندوق السعودي يعمل كذا، هذا الحقيقة هو البلان اوف اكشن، هذا هو التطبيق العملي لما ورد في القمة. بس هل نحن الآن استفاد على الأرض؟ استفاد على الأرض. حنا الآن هذا الكتيب فيه على مدى 35 سنة خصصنا 20% للطاقة، لكن من نوفمبر 2003 حتى الآن التزمنا بما لا يقل عن 25% من الالتزامات للطاقة ولفقر الطاقة. يعني هذا اللي صار، يعني دخلنا يعني نفذنا مشاريع. نحن نختلف الحقيقة عن بعض ما تسمعه من النداءات والإعلانات، نحن ننفذ مشاريع على الأرض. يعني أنا الآن عضو في ما يسمى بالفريق عالي المستوى الذي كونه بانك مون،
بس نحن نختلف عن الأمم المتحدة، نحن ننفذ مشاريع يعني من نوفمبر 2007 وش حتى الآن، لأنه نختلفنا، هم ينادون ويضعون سياسات واستراتيجيات يطلبون من الدول أن توافق عليها، نحن سائرون في تنفيذ ما أوكل إلينا منذ 36 سنة، هذا هو الفرق. يعني طيب عندي سؤال، أنتم عندكم فلوس، نعم، عندكم أموال لدعم الفقراء من غير دول أوبك، نعم، كيف تضمنون أن تعطون الفلوس لناس غير فاسدين في الدول؟ لأنه الدول الفقيرة من المعروف كثيرا أنه في ناس متنفذين وفاسدين فيها، هل أنتم تنفذون المشاريع بأنفسكم؟ سؤال هذا يرد، لا السؤال الحقيقة سؤال يرد تماما هذا للأسف الشديد. أولا دعني أتكلم، يعني كيف تضمنون قبل أن الفلوس تروح لمستحقين؟ نعم، قبل أن أوضح هذه وهي الحقيقة نقطة مهمة جدا، بس أنا الحقيقة يعني تضامنا مع هذه الدول الفقيرة، يعني للأسف الشديد يعني مشكلة الفقر، يعني احنا عندما ننظر إلى الفساد من أوجه الفساد الرشوة، يعني من أسوأ الأمراض الاجتماعية هي الرشوة، وهي من أهم مظاهر الفساد. لكن عندما نتكلم عن الفساد دائما لماذا نلصق الفساد بالدول النامية، بالدول الفقيرة، بالدول العاجزة؟ الفساد معادلة من طرفين، هناك من يمنحها وهناك من يستلمها، ونحن دائما عندما نتكلم عن الفساد دائما نوجه اللوم لمن يستلمها. يعني حتى يعني أنت تعرف المثل نستطيع أن نترجمه، أنت تحتاج إلى اثنين لتؤدي رقصة التانغو، يعني أكيد المشاهد الذي نعم يعني ما تبغى ترقص تانغو لحالك، نعم يعني هذه تحتاج، فهناك المانح وهناك المستلم، يعني أنتم يعني من جزء ناحية من الفساد اللي ممكن يصير لما أنكم عطيتوا ناس فاسدين. ما نعطي لا أنا الآن بتكلم عن مبدأ، عن المبدأ عندما نتحدث عن الفساد والمفهوم السائد والحقيقة الغبن اللي يجي على الدول الفقيرة، لأن الناس دائما يلصقون الرشوة ولا شيء. طيب هذه قصة ثانية، كيف تضمنون أن الأموال التي تقدمونها للدول الفقيرة تصل إلى مستحقينها وما تروح الناس تسجد؟ من الغموض الذي دائما يعني يصاحب هذه المشكلة أن الناس يظنون أننا عندما نوافق على مشروع أننا يعني نضع الفلوس في حقيبة ونعطيها لوزير المالية في الدولة المعنية. لا، أولا لازم نتحدث عما يسمى بدورة المشروع. دورة المشروع تبدأ من استلام المشروع. المشروع يبدأ عندما أستلم الدراسة أو أستلم المشروع. المشروع قد يأتيني من الدولة المعنية، وقد يأتيني من البنك السعودي للتنمية، وقد يأتيني صندوق من التنمية، الصندوق السعودي للتنمية، وقد يأتيني من البنك، مجموعة البنك الإسلامي أو من باندية إلى آخره. أنا هذه الدورة تبدأ عندي وتبدأ عند الصندوق السعودي للتنمية وتبدأ عند بادية وتبدأ عند البنك الإسلامي بكل الدراسات واللجان والتحقيق والتمحيص والمكالمات إلى أن يستوي المشروع، إلى أن ينتهي. يعني عندكم لجان تفرز هذه المشاريع؟ نعم نعم نعم، بس المهم كيف ننفذ على سؤالك. أنا عندما تنتهي هذه الحلقة، الضابط المسؤول، الموظف المسؤول عن الدولة المعنية، ولتكن مثلا تشاد ولا ملاوي ولا أي بلد، يأخذ هذا المشروع في جلسة مجلس المحافظين التي ستنعقد مثلا في 11 أبريل يعني الأسبوع القريب، ثم يقدم المشروع ويدافع عن المشروع ويتلقى الأسئلة ويجاوب عليها إلى آخر الأشياء ذي. عندما يوافق مجلس المحافظين على هذا المشروع نكتب للدولة المعنية، يأتي الوزير المسؤول يوقع معنا إلى آخره. لما نجي على مرحلة التنفيذ، مرحلة التنفيذ نحن لا نصرف المبالغ للدولة، نصرف المبالغ للموردين والمقاولين، مش أنتم ونتابع. لا 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 لا، المشروع أولا لا يموله صندوق واحد، نحن دائما ندخل في سندكت، ندخل في مجموعة الممولين، يعني البنك الإسلامي، الكويتي، السعودي إلى آخره. نسبة التسديد، بس أنا أعطي لك يعني من المظاهر يعني أنه ما في الحقيقة كل التخوفات هذه ما لها مجال، أنه نسبة التسديد المبالغ المصروفة إلى المسدد المواصلة علينا 97%، 97% تسديد الناس لكم. إيه، تسديد الدول لنا، يعني المشروع أنت، يعني أنتم لا تقدمون هبات لا تسدد؟ لا، نقدم القروض السهلة، القروض السهلة هذه الميسرة اللي ضربت لك مثل مدارس ومستشفيات إلى آخر. هذه المشروع مدته 20 سنة مع فترة سماح 5 سنين، القطاع الخاص 7 سنين مع سنتين، برنامج تمويل التجارة بحكم طبيعته يعني يتم بشكل سنوي وتتكرر العملية. هناك طبعا برنامج الهبات أو المنح، هذا ممكن نتكلم عليه إذا أردت، لكن أنا أريد أن أركز على أنه
المبالغ لا تصرف للدولة، نحن نراقب وهناك مستشارين ومتابعين ومستشارين إلى آخره. طيب أستاذ سليمان الجاسر الحربش، يعني حضرتك مدير صندوق أوبك أوفيد، في 28 يوليو 2004 ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الرئيس الكوبي فيدل كاسترو استقبل بعثة صندوق الأوبك للتنمية الدولية برئاسة حضرتك. نعم. وأثنى الرئيس كاسترو على ما يقوم به صندوق الأوبك من دعم لمشاريع البنية الأساسية في الدول النامية ومنها كوبا، وأثنى على الدور الإيجابي لمنظمة أوبك وجهودها في المحافظة على استقرار سوق النفط. من جانبه قدم الحربش عرضا لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها الصندوق في كوبا، ومن أهمها مشروع الري الذي تقوم بتوريد معدات مؤسسة الخري في السعودية إلى آخره، ومشاريع أخرى كانت في يعني قمتم بأدائها في كوبا. بالمناسبة البابا الفاتيكان في 28 مارس 2012 أثناء زيارته لكوبا أدان الحظر التجاري اللي تفرض الولايات المتحدة على كوبا منذ 50 عاما. كيف استطعتم أنتم في أوفيد أن تتجاوزوا هذا الحظر التجاري في تقديم خدمات لكوبا؟ أنا دائما عندما أصف يعني طبيعة عمل أوفيد والمهمة النبيلة التي يقوم بها، على فكرة نحن شعارنا كما هو لديك متحدون ضد الفقر، والفقر الحقيقي نطارده أينما كان. شأننا شأن كثير من الصناديق التي أشرت إليها سواء وطنية أو إقليمية، بس إنكم ما تحاولون تردمون الفقر في دول الأوبك أبدا. لا هذا موضوع نتكلم فيه، موضوع هالحين علمنا موضوع ما تدعمون لا صار في فقر في دول الأوبك. لا دول الأوبك يعني لما تأخذ أي دولة من دول الأوبك، أنت الآن غيرت الموضوع، خلينا نتكلم عن كوبا. وإذا لا أول شيء هالحين لأنك دول الأوبك يعني دول، يعني دائما هذه من الأسئلة اللي توجه، لماذا تدعمون الدول الفلانية؟ كأن تخلون يعني دولكم، يعني كأن الدولة متخلية عن. لا يا أخي، الباب الرابع من الميزانية دائما مشاريع، كل مشاريع والدول اللي المقصودة إذا كانت المملكة. يعني يا أخي انظر حولك، يعني كل المدارس والمستشفيات والطرق والكل هذه كلها الحقيقة يعني استثمار في نفس البلد. يعني الدولة لما تعمل صندوق أوبك ولا الصندوق السعودي للتنمية ولا أي شيء وتساعد الدول الأخرى، جزء من مسؤوليتها الدولية. هذا لا يعني أنها تخلت عن بلدانها. أنا لا أدري يعني لماذا يعني يسود هذا الفهم الناس الخاطئ. عنده مشكلات في الداخل يعني فدائم تسأل هذا السؤال. طيب نرجع لكوبا. الكوبا أنا قلت دائما نحن نستهدف الشعوب، وعندما نبني مرفق معين هو يبقى الحقيقة يستفيد منه. أنا كنت في بوركينا فاسو، هذه دولة في أفريقيا ليس لها منافذ على البحر، وعندما قمت بزيارة الطريق الذي يربط المدينة بدولة غانا لكي رأيت الحقيقة عددا كبيرا من الفلاحين يستخدمون الطريق، يعني الطريق باقي للبلد. في اليمن شفت المدارس يستخدمونها البنات تابعة للصندوق الاجتماعي، في السودان، في يعني مشاريع انتم قدمتوها، في فيتنام لنمولها المستشفى مثلا في هانوي، لما ازور مستشفى يستفيد منه المرضى والمساكين. يعني هذه وهذا يصدق على كوبا. يا اخي انا دعني اذكرك كيف تجاوزت الحظر الامريكي فيما يتعلق في كوبا. انا لا اعتقد ان الحظر يعني يمسنا نايمسنا. على فكرة أنا لما جيت كان عندنا مشروع واحد في كوبا، الآن عندنا 8 مشاريع شايف. وعلى فكرة التعامل مع الكوبيون من أفضل الحقيقة، من أفضل الدول اللي نتعامل، يعني تسديدهم ما شاء الله، يعني يسددون يعني قبل أن يحين موعد السداد في الحقيقة. هل كان عندكم مباركة سعودية مثلا لتجاوز الحدث؟ أنا طبعا قبل ما أذهب إلى كوبا سألت السفير السعودي في كاراكاس في فنزويلا في ذلك الوقت، ويعني افادني ان العلاقات مع بيننا وبين كوبا انها علاقات يعني وديه، وانه يعني في نيه حتى لبناء جامع في مدينه هافانا. فقمت بالزياره، والحقيقه من تعاملنا معهم يعني وجدت انه يعني انها دوله جديره بالاهتمام، دوله نشأت علاقه جيده. نعم نشأت علاقه، وانت اشرت الى انه موضوع الخريف. أي. الخريف طبعا احنا قاعدين نسوي له دعايه ما شاء الله. لما انا قبل ما اسافر اخذت كتاب معي عن العلاقات الكوبيه الامريكيه، وجدت فيه فصل من الفصول يتعلق او يعالج قانون صدر من مجلس الشيوخ او مجلس النواب الامريكي بيحظر على اي شركه اجنبيه تسوق تكنولوجيا امريكيه انها تعطيها للكوبيين. بموجب هذا القانون انسحبت شركه اسبانيه كانت بصدد توريد
المعدات لها، فذهب الكوبيون في جولة حول العالم يبحثون عن هذه المعدات بديل. وجدوها عند عبد الرحمن الخريف في طريق الخرج على ما قلت أنت واشتروها. لما أنا شفت الخريف فيما بعد قلت له كيف استطعت بينما الأسبان انسحبوا؟ قال ببساطة أنا اشتريتها، أنا اشتريت التكنولوجيا ولذلك ليس علي حظر. يعني نفس السؤال اللي تسألني إياه، الحظر لماذا الخريف ما عليه حظر؟ أنا ما عليه حظر. نحن الحقيقة لا تمسنا هذه القوانين، يعني لأننا نستهدف الشعوب كما أشرت. طيب نشأت علاقة شخصية بينك وبين كاسترو؟ لا، هو الحقيقة أنا شفته في لما استقبلني وقضيت معه ساعتين وربع، وبصرف النظر الحقيقة عن الخلاف والاختلافات الأيديولوجية بينه وبينهم، لكنه الرجل طبعا كما هو معروف عنه خطب عليك عنده شعبية النص. عنده شعبية خطب لا عليك لا أبدا دينا. أنا قبل أن أسافر قال لي السفير في فيينا، سفيرهم في فيينا، احسب 8 ساعات 4 ساعات له يتحدث و4 ساعات للمترجم، لكن هذا غير صحيح. استقبلني في غرفة ومشينا إلى غرفة الاجتماعات، وعندما أردنا الدخول التفت إلي وقال لي هل تجيد الأسبانية؟ قلت لا، أنا أتكلم العربية واللغة الإنجليزية. فوضع يده على كتفي وقال أمضينا أكثر من 20 سنة نحاول أن نتعلم لغة صعبة، وكشر بوجهه. اللي هي الإنجليزية؟ لا، الروسية يقصد. الروسية يعني هذه الحقيقة يعني أنا أخذتها تعبير عن تراجع، عن شكل من أشكال التراجع ومراجعة، تعبير عن 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 خيبة أمل لم يفصح عنها. دخلنا القاعة وبدأت الاجتماع. أستاذ سليمان، أرجو أن لا تعتبر انتقالي إلى فاصل خيبة أمل عندك. لا، سنعود لمواصلة حديثنا. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا مع الأستاذ سليمان جاسر الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية. فابقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة من إضاءات. لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ سليمان الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد. أستاذ سليمان، تحدثنا خلال الحوار عن القرار الذي عينت بموجبه ممثلا للسعودية رئيسا لهذا الصندوق، وأشار خادم الحرمين الشريفين بأننا لم نسمع إلى ضعف الإعلام في تغطية نشاطات هذا الصندوق. حضرتك تكلمت قبل قليل أنكم منحتم جائزة سنوية العام الماضي إلى طبيب جراح إماراتي في حفل يقال أن أحدا لم يحضره سوى شخصين اثنين. أنتم مقصرين مع الإعلام؟ لا، هو الحقيقة مدام أوردتها بهذه الطريقة، التقصير ليس مني أو من الدكتور مازن الهاجري، التقصير من الذين وجهت إليهم الدعوة في للحضور في فندق غروفنر هاوس في 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 دبي ولم يحضر أحد. يعني إنما هذا لا يثنينا الحقيقة عن الاستمرار في تقديم الجائزة أو الدعم لمن يستحقه. الناحية الإعلامية دعني أضعها في سياقها الصحيح. أنا عندما استلمت الوظيفة اللي أنا فيها حاليا، الأخوة المسؤولين عن الإعلام في أوبك اتصلوا بي وطلبوا مني أن نقوم بحملة إعلامية مشترك، فقلت لهم تريثوا، أنا الآن مشكلة الإعلام، المشكلة الإعلامية التي واجهها أنا غير المشكلة التي تواجهونها أنتم. أنا أواجه مشكلة إعلامية بسبب جهل الناس عموما بأفيد ماذا يعمل، لماذا أنشئ إلى آخره. يعني أنت أستاذ سليمان تبي تقول لي أن التقصير مو منكم، والتقصير من الإعلاميين؟ التقصير التقصير طبعا أنا ما بدي، أنا لا أريد أن أنتقد يعني أنت تقول المشكلة أن إحنا وجهنا ناس وجهنا الدعوة للناس ما جونا. هذا بالنسبة للحادثة معينة جزئية اللي هي لو تسوي استفتاء عام كم واحد يعرف عن الصندوق؟ لا بس الآن أنت قارن الوضع. 8 سنين راحت، 8 سنين يعني منذ 8 سنين ما كان عندنا حملة إعلامية الأولى والثانية والثالثة. عندنا الآن منح دراسية، عندنا نرعى ونساعد حتى الماراثون السباق السنوي في فيينا لنا حضور فيه، حفلات موسيقية، مساعدات الأخوة الفلسطينيين لها أيضا جانب إعلامي، الجائزة السنوية، المؤتمر الشباب العالمي اللي انعقد في لندن من سنتين والعام الماضي في زيورخ والسنة الجاية في بيتسبيرغ وبعده جوهانسبيرغ، كلنا نساعدهم. هذه أصبح وجودنا نشتغل في معارض يعني الحقيقة. بس أنا أقول لك أوبك عنده مشكلة
تشويه سمعتها، يعني الصورة المشوهة لأوبك على الآن كذا. أنا لم أرد أن أدخل في حملة إعلامية مع أوبك، بدأت حملتي الإعلامية مستقلة. نعم مستقلة، وأعتقد أنها يعني لاقت نجاحا كبيرا، ومن ومن من يعني من 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 جوانب هذه الحملة الإعلامية وجودي معك الآن. يعني طيب وجودك معي اليوم، أنا اللي جايبك يعني في النهاية. طيب أنا تحمست للفكرة، بس مو كل الناس متحمسين للفكرة. ما هو أشكرك يعني. لا إن شاء الله يتحمس. لا في لا 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 في مقابلات كثيرة جاية. طيب ورايحة. خليني أعرض بعض الانتقادات التي توجه لأوفيد. السعودية هي أكبر داعم لأوفيد. نعم. حضرتك تمثل السعودية في أوفيد، يعني أنت رئيسا لكنك مرشح من السعودية. دعمت في 2011 300 مليون دولار من أصل بليون دولار تقدمه لأعضاء الصندوق. هل الدول الأعضاء حصص من عدم الموظفين؟ أنتم عندكم 160 موظف يعملون في أوروبا، فهل تشترطون مثلا، خلني أجيك الآن بوصفك سعودي لا بوصفك رئيس، عدد معين من الموظفين السعوديين عندكم حق أنكم تحددون سعوديين نسبة معينة مثلا؟ لا عندنا، لا لا عندنا ال 160 فيهم لا يقل عن تقريبا 80 من المهنيين والبروفيشنالز، فيهم من دول الخليج 21. يعني انا 80 كم واحد؟ 80 من الدول الاعضاء. من الدول الاعضاء من فنزويلا وايران والعراق والسعوديه والى اخره. ودول الخليج؟ دول الخليج الحقيقه ما في الا المملكه العربيه السعوديه والكويت، يعني دوله الامارات وقطر لم نستطع ان نستقطب اي من الكفاءات، بسبب انه يقول لك والله ال 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 الكفاءة المكافآت التي يحصل عليها الموظف اقل ما يحصل عليها لو جلس في بلد. ونعم ولذلك يعني بس بالسعودية والكويت أنتم تقدمون مكافآت أكثر من البلد. يعني اللي يجون طبعا أنت تعرف الـ يعني أنا عندي 13 سعودي يا أخ تركي، رحت لف كل المنظمات العالمية الدولية، جيب لي 13 سعودي يشتغلون في أي منظمة أخرى. هؤلاء منهم 5 وظائف قيادية، منهم المدير العام، منهم نائب المدير العام بالوكالة، منهم المدقق الداخلي، منهم المسؤول عن الهيومن الموارد البشرية، منهم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، هذه كلهم سعوديين. طيب حضرتك اشتغلت استاذ سليمان الجسر الحربش يعني في منصب محافظ المملكة العربية. نعم. السعودية. نعم. في أوبك. نعم. ومدة طويلة من 75 إلى 2003 وأنت محافظ السعودية في أوبك. هل أوبك يختلف الوضع فيها عن أوفيد مثلا في توظيف السعوديين؟ نعم. أوبك عندها سياسة للتوظيف تختلف عن أوفيد للأسف. يعني أولا أوفيد كما شرحت لك ليس لديه حصص للدول الأعضاء، هناك المجال مفتوح، تعطى الأفضلية للدول الأعضاء إذا تساوت الشروط. هناك شرط أساسي أيضا أن الوظائف القيادية لابد أن تعطى للدول الأعضاء لا تعطى لغيرهم، هذه نراعيها. لكن عندنا في أوفيد التوظيف ليس مقيدا بسنوات معينة، عندما يدخل الموظف عندي يظل يعني بعد سنتين إذا اجتاز مرحلة الاختبار بعد سنتين يصبح موظف عندي، له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات ويظل عندي. وهذه لها ميزة، الأوبك عندهم الوظائف المهنية الوظائف المتخصصة هذه مخصصة للدول الأعضاء، يعني أنت تجيب موظف يقعد 7 سنين على الحد الأقصى، حد أقصى 7 سنوات. أنا عندي الآن آخر موظف جبته عندي، بس ما دام أضرب لك مثل، جبت موظف عمره 22 سنة شاب عراقي مساعد محاسب. لو أطبق عليه أنا أسلوب أوبك كان بعد سنين أسرحه، يعني لما يوصل 30 سنة قمة نضجه بعد ما أصرف عليه 2-3 سنين أدربه وهيئه، بعد لما أطبق عليه 7 سنين أو 8 سنين يمشي من عندي. هذا مو صحيح. يعني أنا أقول الكلام هذا أتمنى أنه مثلا يا أوبك تفتح المجال كما فتحنا المجال. أنا جون السعوديين، هذول جون السعوديين واجتازوا، على فكرة السعوديين اللي جوا عندي نافسوهم من نيجيريا وفنزويلا وإلى آخره واجتازوا لأنهم كفاءات عالية بس جدا. أنت الآن يعني تتحدث بوصفك مدير ولا مدير لكل الدول المشاركة ولا بوصفك سعودي؟ لا أنا بوصفي مدير، لكن أنا فتحت المجال. أنا لما كنت محافظ أوبك أيضا اتصلت بالسعوديين، محافظ السعودية لما كنت محافظ السعودية في أوبك وأنا مقيم في الرياض في وزارة البترول ايضا 18 سنه قبلي ما كان في سعوديين، رحنا مع معالي الوزير وقتها اتصلنا كتبنا للمقام السامي وافقوا جبنا سعوديين. يعني اللي اقصده يا تركي ان المبادره ضروري منها. وعلى فكره انا لا استقطب سعوديين فقط، انا لما عندما اجد كفاءه عاليه جدا، يعني عندي شاب جزائري
شاب جزائري متخرج من كولومبيا، جامعة كولومبيا، الذي قدمه لابني لأنه كان زميله في الجامعة في جامعة كولومبيا، مهندس وعنده ماجستير في المالية. ما تعرف على الناس إلا من خلال ابنائك. لا لا لا، من خلال والله ابني. أنا أفخر أنه جاب لي هالشاب هذا، لأنه هذا الشاب على فكرة امتحناه وتقدير اللجنة أنه يستطيع يشتغل في المالية، في القطاع الخاص، في القطاع العام، شايف، ويتكلم 4 لغات. طيب خلينا ننتقل لقصة ثانية. السعودية قامت بترشيحك لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية المصدرة للنفط أوبك في 99، لكن الاختلاف بين السعودية وإيران حينها كان ربما سببا في خسارتك. هل ترى أن هذا أثر على علاقتك مع إيران الآن بوصفك مديرا لصندوق تساهم في إيران؟ لا أبدا. لا الحقيقة يعني موجب التجربة الطويلة أصبح عند الإنسان مناعة عندما يعني يفشل في الحصول على منصب معين. أنا أول لما دام أظهرت الموضوع أشكر الحكومة السعودية، حكومتي الرشيدة، على الترشيح وعلى الجهد الرائع الذي بذل في ذلك الوقت لمحاولة يعني الحصول على المنصب. لم نستطع لأن القرار لازم يكون بالإجماع في أوبك، ففشلنا فيه. لكن أنا الآن من باب الدعابة عندما ألتقي بكازنبور أردبيلي الذي نافسني وهو من إيران، أقول له أرحب به، أقول مرحبا بصديقي اللدود، وأشكره أنه الحقيقة يعني وقف في طريقي لأني حصلت على هذا المنصب الذي في رأيي أفضل. في رأيي الشخصي أنا في رأيي أنا بالنسبة لي أفضل الحقيقة، يعني أن تخدم 120 دولة نامية وتشتغل مع 26 ثقافة مختلفة من كافة أنحاء العالم، و13 سعودي و7 من الكويت، يعني عندك 21 خليجيين وعراقيين وجزائريين، تخدم هدف سامي معين في ليسوتو، في بنغلاديش، في افضل بيسنام. افضل من ان تكون انا عندي اقول لك، يعني انا بعد الحادثه هذه على حال من اذا اردت ان تسترسل من الصدف اللطيفه انه عندما ارادوا ان يجددوا لي المنصب كان ذلك في أصفهان في مؤتمر 2008 في أصفهان، وكان رئيس الجلسة وقتها لم يكن لإيران وزير مالية مؤكد من البرلمان، فأدار الجلسة وزير الخارجية في ذلك الوقت وهو متقي، وكان أكثر واحد متحمس لترشيحي في ذلك الوقت. ليش؟ لأن القرار يعني يمكن يعني أنا ما بدي الحقيقة، لكن أريد أن أشرح يعني قضية تختلف. التصويت في صندوق الأوبك تصويت موزون، يعني عندما تحصل على 70% من أصوات الدول المساهمة، يعني 70% من الدول، يعني تصويت موزون، فإنك تحصل على المنصب أو القرار يمشي، يعني ما لا تستطيع أن تعرف. طيب عندي سؤال أخير. حضرتك كتبت مقال وما عندي كثير من الوقت في جريدة الاقتصادية في 13 سبتمبر 2009 بعنوان أرامكو قاطرة التنمية هل تحاكي تجربة سكة حديد تكساس. من سبتمبر 2009 حتى اليوم، حتى يعني وقت متأخر، هل وجدت استجابة في الدعوة التي قدمتها حضرتك من القيادة السياسية إلى دعوتك أن تكون أرامكو فعلا تحاكي سكة حديد تكساس؟ أولا القيادة السياسية أعتقد أنها يعني تنظر لأرامكو نظرة يعني استراتيجية، وعهدت إليها بالكثير من المشاريع التي لا تدخل في صلب عمل الشركة، إيمانا منها بكفاءة الشركة ومقدرتها الإدارية على تنفيذ المشاريع، وضربت أمثلة أنا في المقالة التي أشرت إليها. نعم. الذي أردت أن أؤكده في المقالة التي قلت أنه أقطاب التنمية سابق وأرامكو في السعودية والصندوق الصناعي، الموضوع يعني قطب التنمية هو المؤسسة التي بلغت نضجا معينا وأدى بها إلى أن تكون قادرة إلى أنها تجر معها المؤسسات الأخرى أو القطاعات الأخرى في الاقتصاد، وضربت مثل على أرامكو سابك وصندوق التنمية الصناعي، لأنهم يؤهلون الأفراد الذين ينتمون إلى هذه المؤسسة، ينتمون إليهم، يؤهلونهم لأعمال معينة محددة معينة. فأنا اللي أقول إنه أرامكو من مسؤوليتها في رأيي أن 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 أيضا تمد السوق السعودية وتمد حتى المنظمات الدولية. يعني الآن أنت لما ترسل واحد جاي من أرامكو ينطبق عليه ما يسمى بالفصل الثامن chapter 8، اللي هو حسب ما أفهمه أنه يعني يشتغل 3 سنين إعارة
مثلا في فيينا ثم يعود. يعني هذا الحقيقة لو عيد النظر فيه، لأنه أنت من دون ما يكون عندك ناس مؤهلين يشتغلون في أوبك، يعني تريد يعني أن يتسامحوا في تقديم يعني الكوادر نعم التي أهلوها نعم ليعملوا سنوات أكثر. نعم هذا هو هذا الهدف. أنا أريد منك أن تتسامح معي لأن الوقت انتهى أستاذ سليمان. شيء مؤسف والله، الحديث معك شيق جدا. شكرا جزيلا، شكرا لك. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.